موضوع الندوة الصحفية هذه تعرفوه، اللي هو يعني منع بث حوار الدكتور المرزوقي في الحوار اللي أجراه اللي سجله من نهار 3 سبتمبر مع صحفي مكي هلال من قناة التاسعة. هناك وهم ديمقراطي حقيقي لم يعد حتى يجمل نفسه ويخفي نفسه. نحن نعيش مرحلة تغول حقيقية لرئاسة الجمهورية، مرحلة تغول على مؤسسة الدولة، مرحلة تغول على كل فضاءات التعبير الحر. هذا حذرنا منه، وكنا نعرف أن من تربى في عهد الاستبداد، من كان عوناً للاستبداد، من زور الانتخابات، من قمع المعارضة، من دجن الإعلام، لا يمكن أن يكون ديمقراطياً ولا يمكن أن يحمي حرية الإعلام وحرية التعبير. هذه فضيحة سياسية كبيرة جداً أن رئيس جمهورية سابق يمنع من التعبير عن رأيه في الأحداث الواقعة في البلاد، وأنه يعطي رأيه في الحياة السياسية وفيما يحدث. وبدأت الضغوطات، ومن معطياتنا الخاصة جاءت هذه الضغوطات في البداية من القصبة ومن حكومة الشباب كما يقال، وحكومة الكفاءات كما يقال، حكومة أولاد العائلة والشبعانين. ثم بدأت الضغوط من قصر قرطاج ومن محيط السيد الباجي قايد السبسي. فهمتني؟ والله أنا ما ريتش في حتى بلاصة أنه هذا يعتبر اعتداء على حرية الإعلام البيانات. هكا تدخل في الإعلام؟ هذا اسمه تدخل في الإعلام؟ احنا في الموضوع هذايا نطالب كل الأحزاب السياسية وكل نقابات المهن الصحفية وكل جمعيات المجتمع المدني المعنية بالديمقراطية في تونس أنها تعبر عن مواقف صريحة ضد هذا الاستهداف الواضح لحرية التعبير ولحرية الإعلام. بيان شكون هذا؟ الصحفيين.